تعالوا الاول احط هنا معاكم الايه، اللبن، علشان المشروب التاني معانا هحتاج ان انا احط له اللبن يكون دافي الاول اهو. خلي اللبن يدفى شوية وبعدين ايه نشوف قدامكم. انا حطيت بس ايه اللبن، هحط شوية سكر مش كتير، معلقة صغيرة او معلقة كبيرة بس من السكر، وايه هقلبه كده زي ما احنا شايفين. بس كده، انا مش عايزاه يبقى سخن قوي، انا عايزاه بس يبقى ايه فاتر. وهجيب البلح بتاعي طبعا اللي انا هبقى شايله منه الايه البذر، وهحط معاه كده، هحط معاه اللبن اوكي اهو. وزي ما احنا شايفين هنقلب اهو كده، عندي ايه التمر، بصوا جميل جدا. ندخله بقى التلاجة يسقع، وبعد كده نطلعه ويتقدم. ده بيبقى يعني ايه بعد الفطار مشروب او حاجة تراديشن، يعني احنا دايما في العيلة عندنا لازم نعمله، لازم نقدمه ويتقدم في الايه السلطانيات بقى بتاعتنا الجميلة اهو. بصوا بقى الجمال، بيتحط كده وبيتشرب. بس طبعا احنا بنشربه ساقع اوكي، يعني تحطوه في التلاجة سيبوه يسقع وتقدموه ساقع كده، وايه يروي العطش دايما اهو. بصوا بقى الجمال بتاعه